النهارده هنحيي مع حضراتكم ذكرى وفاة العبقري الفنان الكبير محمود المليجي، واحد من علامات السينما المصرية ومن أهم المبدعين اللي ارتبط بيهم الجمهور. تم اختيار 21 فيلم ليه في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محمود المليجي الذي رحل في 6 يونيو عام 1983 عن عمر ناهز 72 عاماً، ويعتبر أحد أعظم مبدعي مصر في عالم الفن والسينما. ولقب المليجي بشرير السينما وأنتوني كوين العرب، حيث قدم عدداً من الأعمال المهمة التي تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، وأبرز من جسد أدوار الشر في تاريخ السينما المصرية. كان عندي طردين في السويس كنت عايزك تجيبهم لي، أنا خدامك وتحت أمرك يا معلم. والله انت ابن حلال بس مش عارف حظك محجر ليه. معلش يا معلم، هي ماشيه ومستوره والحمد لله. والله يا مدبول انا كنت كلمت المعلم عباس عشان يرجعك مطرح الواد العايل اللي طردوه. ووافق المعلم عباس. انما بقى الحكايه اللي حصلت بين المعلم والمعلمه ضيعت الفرصه. ولد محمود المليجي في قرية مليك بمحافظة المنوفية، وانضم في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي إلى فرقة فاطمة رشدي، وكان مغموراً في ذلك الوقت، والتحق بمسرح رمسيس ثم احترف التمثيل لتكون له مدرسته الخاصة في التقمص، ويصبح قاسماً مشتركاً لكل الأعمال الناجحة خاصة أدوار الشر التي برع في تقديمها. هتعمل إيه؟ بشوف البنزين. اشمعنى البنزين؟ دم العربية. والموتور؟ الموتور القلب، سليم لسه مجدده. انت دكتور تفتكر كده؟ اربط كابل البطارية والعربية تمشي تمشي تمشي. يعد الفنان محمود المليجي الممثل الأكثر مشاركة في تاريخ السينما والتلفزيون العربي بحصيلة تجاوزت 700 عمل فني، وتم اختيار 21 فيلماً قدمه محمود المليجي في قائمة أفضل 100 فيلم بذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996. لا كمان كم يوم وحيبعت لي كرشين تانيين. واضح. وحماده ابني تشوفوا لي كويس ولا لا، وتشوف اذا كانت بهية معتنيه بيه ولا لا. طب قدر ان حماده ابنك شبط فيا وقال اشوف بابا اعمل ايه؟ قول له بابا هيجي لك مصر بعد كم يوم. طب قدر مراتك الست بهية شبطت فيا اعمل ايه؟ اوعى بهية تشبط فيك، دي مجنونه ولو جت هنا هتبوظ لنا كل حاجه، فاهم؟ ترك الفنان محمود المليجي بصماته في المسرح منذ أن عمل مع فاطمة رشدي، والتحق فيما بعد بفرقة إسماعيل ياسين، بعدها عمل مع فرقة تحية كاريوكا، ثم فرقة المسرح الجديد، وقدم على خشبة المسرح أكثر من 20 مسرحية، وكان عضواً بارزاً في الرابطة القومية للتمثيل، ثم عضواً بالفرقة القومية للتمثيل. حاربنا سامة أيام الإنجليز وأيام السلطة، رحنا الشام في عز البرد والتلج الحارب، شفنا الموت بعينينا، دفننا مننا ناس في التلج، لا خفنا ولا ولينا. ليه؟ لأننا كنا رجالة وقفنا وقفة رجالة. من أبرز أفلامه جفة الدموع ولقاء مع الماضي ومجانين بالوراثة وعودة الابن الضال ولا وقت للدموع، كما قدم العديد من ألوان الدراما، ومن أبرز مسلسلاته مسلسل أحلام الفتى الطائر مع عادل إمام، ومسلسل الأيام مع الراحل أحمد زكي، ومسلسل القط الأسود، ومسلسل رداء لرجل آخر، ومسلسل اليتيم. أنا كنت فاهم إن لما الولاد تتجوز خلاص يتشال حمل من على كتافي، إنما اتضح إن أنا كنت غلطان. ما دام الواحد خلف لازم يفضل شايل هم ولاده طول عمره. رحل محمود المليجي وهو في سن 73، وكان ذلك في يوم 6 يونيو عام 1983 إثر أزمة قلبية حادة، وتوفي في مكان التصوير وهو يستعد لتصوير آخر لقطات دوره في فيلم أيوب. Thank you.